من ضمن الأسئلة، إيه هي شهادة معادلة من المجلس الأعلى للجامعات؟ الشهادة دي معناها إيه يا سيدي محمد أو أستاذ محمد؟ بص حضرتك، الشهادة دي معناها إن أنت بعد ما خدت الشهادة بتاعتك من معهد أو أكاديمية أو أي جامعة خاصة، بتروح بيها للمجلس الأعلى للجامعات، بيعدلك ده إنها فعليا بتدي مؤهل عالي. فهي دي تسمى المعادلة من المجلس الأعلى للجامعات، ودي مهمة جدا لأن في بعض الأماكن مش بتكون معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، وعلى هذا الأساس أنت مش بتحصل على شهادة مؤهل عالي. عشان كده احنا دايما بنقول للناس اتأكدوا ان المعهد او الأكاديمية اللي انت مقدم عليها هي من اللي حاصلة على الدعم من المجلس الأعلى للجامعات ولديها هذا الموضوع قبل ما تقدم عليها، علشان ما يكونش انت داخل كلية ما تديش شهادة عليا، او انها بتعتمد على النصب، او لا قدر الله انها مش مظبوطة. فتأكدوا من هذا الموضوع في الاول، وربنا يوفقك.